مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت ووكيل الوادي والصحراء يبحثان استعدادات سيئول لاستقبال أسرى الحرب. محافظ حضرموت يناقش احتياجات القطاع الصحي ويكرم الأطباء الأجانب العاملين في المنشآت الصحية بعموم مديريات المحافظة. محافظ حضرموت يطلع على منحة البنك الدولي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بمدينة المكلا بقيمة 25 مليون دولار. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصلي تعميما لقرار مجلس الوزراء رقم 248 لسنة 2018 القاضي بتعيين الشيخ عبد الله أحمد سعيد بامشموس مستشارا لمحافظ محافظة حضرموت. أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصلي تعميما رقم 31 لسنة 2018 لمدراء عموم المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية بشأن إنشاء قاعدة البيانات الوظيفية لموظفي محافظة حضرموت، وذلك عقب نزول اللجنة المكلفة بذلك لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بشأن استكمال البيانات المطلوبة خلال فترة أسبوعين. ونص التعميم على إلزام جميع مدراء شؤون الموظفين بالمكاتب التنفيذية مع فنيين الكمبيوتر بالحضور إلى مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يوم الخميس القادم الموافق 3/1/2019. ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصلي مع وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري المشاريع التموينية المزمع تنفيذها خلال العام الجديد في مديريات وادي وصحراء المحافظة. واستعرض محافظ حضرموت نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية وسلسلة اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين بالمملكة وأبناء حضرموت المقيمين بها، مشيرا إلى أن الصندوق السعودي للتنمية وإعمار اليمن سينفذ عددا من المشاريع التنموية في المحافظة، موجها الوكيل الكثيري برفع مصفوفة للمشاريع التنموية والخدمية الهامة خصوصا في مجال التعليم والصحة والطرقات والمياه. كما تم خلال اللقاء بحث الاستعدادات الجارية حاليا في مدينة سيئون لاستقبال أسرى الحرب التي تشهدها البلاد تنفيذا لاتفاقيات مشاورات السويد. ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصلي اليوم مع قيادة مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت وهيئة ابن سيناء المركزي التعليمي ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة الوضع الصحي واحتياجاته الضرورية مع بداية العام الجديد. وأثنت قيادات القطاع الصحي بالدعم الكبير والاهتمام اللامحدود لمحافظ حضرموت للقطاع الصحي واعتماده للموازنات التشغيلية ورفضه بالكوادر الوسطية والتجهيزات الحديثة. واستعرضوا بعض الاحتياجات التي من شأنها تطوير العمل وتقديم خدمات أفضل في هيئة ابن سيناء ومستشفى المكلا والمنشآت الصحية في مديريات ساحل حضرموت. وأكد المحافظ مواصلة دعمه واهتمامه بهذا القطاع المهم لارتباطه بحياة المواطنين، ووجه بتقديم التسهيلات اللازمة لتحسين الخدمات الطبية وحل الإشكالات التي تواجه قيادة العمل في القطاع الصحي. كرم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية
اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الأطباء الأجانب العاملين في المنشآت الصحية بعموم مديريات المحافظة تقديرا لعطاءاتهم وجهدهم في المجال الصحي. وفي الحفل الذي أقامه مكتب الصحة أثنى محافظ حضرموت على الخدمات الإنسانية العظيمة التي قدمها ويقدمها الأطباء الأجانب لخدمة المرضى بمستشفيات حضرموت في ظل الظروف الصعبة، مؤكدا أن العام الجديد 2019 سيشهد اهتماما أكبر بالقطاع الصحي. بدوره أوضح مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري أن المكتب حرص على إقامة اللقاء تقديرا لجهود الأطباء والبعثات الطبية الأجنبية العاملة في مختلف مستشفيات مديريات المحافظة. وأوضح الجريري أن عام 2018 شهد إجراء 4231 عملية جراحية ما بين كبرى ومتوسطة وصغرى في جميع مستشفيات ساحل حضرموت، وإجراء 8604 عملية ولادة قيصرية وطبيعية ومتعسرة بإشراف الأطباء والفنيين المحليين والأجانب. اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على المشاريع الخدمية التي ستنفذ في مدينة المكلا عبر المنحة المقدمة من البنك الدولي والبالغة ب25 مليون دولار. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمكتبه بالمكلا اليوم مع ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع المهندس أحمد الميسري، الذي أوضح بأن المنحة ستنفذ مشاريع خدمية منها مشاريع سفلتة الطرق ورصفها والإنارة والمستشفيات والطاقة الشمسية والمستشفيات والمجاري والمياه والنظافة والتخلص من المخلفات الصلبة في كافة أحياء مدينة المكلا. وعبر محافظ حضرموت عن شكره وتقديره للبنك الدولي على هذه المنحة التي ستحدث نقلة نوعية وستحل العديد من المشكلات التي تعاني منها البنية التحتية في المكلا، مؤكدا على استعداد السلطة المحلية وكافة المكاتب التنفيذية بتقديم كل أوجه المساعدة والتسهيل لكافة الإجراءات اللازمة لإنجاح تنفيذ مشاريع المنحة والاستفادة القصوى منها. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا وفد جامعة عدن ومركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر المشارك في أعمال المؤتمر العلمي الثالث الذي نظمه مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر. وأكد محافظ حضرموت أهمية مشاركتهم في هذا المؤتمر العلمي الذي عرج على مرحلة مهمة من تاريخ حضرموت ويعرف الأجيال بتاريخها وإرثها الحضاري، مشيدا بالعلاقة المتميزة بين الوسط الثقافي في حضرموت وعدن والذي يتجسد في هذا التبادل الرائع والحضور الفاعل للفعاليات والمؤتمرات العلمية والمناشط الثقافية. بدورهم استعرض أعضاء الوفد الثقافي والأكاديمي من محافظة عدن على محافظ حضرموت نتائج ومخرجات المؤتمر، مؤكدين إعجابهم وارتياحهم بهذا الوضع الأمني في حضرموت وسير العمل الإداري والتنموي وما تشهده المحافظة من نشاط ثقافي وإعلامي يجعلها الرائدة في هذا الشأن بين جميع المحافظات. وضمن خطة وزارة الصحة بساحل حضرموت عقد المدير العام الدكتور رياض الجريري لقاء موسعا ضم مدراء مكاتب الصحة بالمديريات وذلك لإطلاعهم على مؤشرات الوضع الصحي بالمحافظة ومناقشة تقارير الإنجاز للعام 2018. وفي اللقاء استعرض الدكتور الجريري أبرز ما تم تحقيقه في صحة ساحل حضرموت خلال عام 2018، مشيرا إلى أن خارطة العمل التي تم العمل بها خلال الفترة السابقة من دعم السلطة المحلية بالمحافظة لتحسين الوضع وخلق العديد من الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية
لتنفيذ جملة من البرامج الصحية في عدد من المديريات للرقي بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمة، كما أشاد بالدعم المقدم من قبل البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف للمراكز والوحدات الصحية السابقة والمعتمدة مؤخراً لخمس مديريات، حاثاً مدراء المرافق على الاستغلال الأمثل لذلك الدعم لتحسين المرافق الصحية وتقديم الخدمة الصحية المكلفين بها لتخفيف معاناة المواطنين. أقام جهاز مكافحة المخدرات بساحل حضرموت محاضرة توعوية تثقيفية المخدرات هلاك للفرد والمجتمع بمديرية الديسة الشرقية بالتنسيق مع المركز الثقافي ومنتدى وادي عمر بالمديرية. وقدم خلال المحاضرة مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت المقدم عبدالله الأحمدي شرحا حول أنواع المخدرات وأسباب انتشارها في الآونة الأخيرة بحضرموت وطرق الوقاية منها. وحذر المقدم الأحمدي الشباب وكل فئات المجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تقضي على أموال وآمال وطموحات الشباب وتتسبب في الكثير من المشاكل، مجددا دعوته لأئمة المساجد والعقلاء والأعيان والشباب الواعي والمثقف بالوقوف ضد هذه الجرثومة الخبيثة. وجدد الأحمدي تأكيدات الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت بإنشاء مركز لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية الديسة الشرقية، والذي يعد من المعالجات المهمة في سبيل القضاء على المخدرات. اطلع المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبد الباقي الحوثري على أنشطة وبرامج مؤسسة أثر التنموية بمديرية غيلبة وزيرة. جاء ذلك خلال زيارته الاستطلاعية لمقر المؤسسة، حيث طافوا على معهد أثر للعلوم الطبية، استمعوا من عميد المعهد الدكتور فائز العوبثالي إلى شرح عن كيفية سير العملية التعليمية والتخصصات التي يشملها المعهد والسعة الدراسية للطلاب والأنشطة والبرامج التي يقدمها المعهد للطلاب والكادر التدريسي. وأكد الدكتور الحوثري على اهتمام السلطة المحلية ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمثل هذه المعاهد التعليمية النوعية التي ترفد سوق العمل بالكوادر الطبية والصحية المؤهلة. التقى مدير مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت خالد القحومة برئيس الفرقة التوعوية الثقافية بحضرموت محفوظ باجبيرة ونائبه أحمد محروس، حيث تم في اللقاء مناقشة وضع الفرقة من الناحية التنظيمية والإدارية. وأكد المدير العام لمكتب وزارة الثقافة وقوف المكتب إلى جانب الفرقة وتذليل كافة الصعاب حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها من خلال تقديم الدعم اللازم في إطار إمكانيات المكتب المتاحة. من ناحيتهم أعربا محفوظ باجبير وأحمد محروس عن سعادتهم باللقاء الذي يعد الأول الذي يجمع رئيس ونائب الفرقة بالمدير العام لمكتب الثقافة، آملين أن تستمر اللقاءات في إطار تقديم النصح والمشورة للفرقة على اعتبار مكتب الثقافة هو الجهة المشرفة على الفرقة. هذا ويأتي اللقاء عقب قرار محافظ حضرموت رقم 147 لسنة 2018 والقاضي بتشكيل فرقة ثقافية توعوية بناء على عرض المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت. تسلم المركز الصحي بميناء منفذ الوديعة البري سيارة الإسعاف الجديدة المقدمة من دولة الكويت الشقيقة في إطار حملة الكويت إلى جانبكم، وضمن برنامج دعم قطاع الخدمات الصحية الذي ينفذه صندوق إعانة المرضى الكويتي باليمن. وفي مراسم التسليم أشاد وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي بالمواقف الأخوية للأشقاء بدولة الكويت على ما يقدمونه من دعم متواصل لإخوانهم اليمنيين في ظل الظروف الراهنة
التي تمر بها البلاد للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء 2000 فيال من الأنسولين لعلاج مرضى السكري بكلفة إجمالية تقدر ب7 ملايين ريال يمني، مقدمة من مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية وبتمويل من بيت الزكاة الكويتي للإسهام في تخفيف معاناة المرضى في الحصول على العلاج المجاني. وفي حفل التسليم عبر وكيل حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي عن شكره وتقديره لدولة الكويت على وقوفهم الأخوي والإنساني لأشقائهم بمحافظة حضرموت في دعمهم المتواصل في مختلف المجالات. وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي أن الدفع المقدمة من أفيال الأنسولين سيتم توزيعها على المرافق الصحية في مديريات الوادي عبر الصيدليات المجانية وفقا وسياسة وآلية التوزيع السابقة والمتعارف عليها من قبل مرضى السكري في عموم مديريات الوادي. وأكد رئيس مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية أبو بكر الهدار بأن هذه الدفعة هي الثالثة التي تقدمها المؤسسة لمكتب الصحة بالوادي. بدأت بمدينة سيئون اليوم الدورة التأسيسية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل التي ينظمها مكتب وزارة الصحة بالوادي والصحراء بتمويل من منظمة اليونيسف للطفولة العالمية. وتهدف الدورة إلى إكساب الأطباء المشاركين إلى مهارات ومعارف علمية للعناية بصحة الطفل لتقليل وتخفيض معدل الوفيات والمرض في المواليد والأطفال دون 5 من العمر. ويتلقى 24 طبيبا من مختلف المرافق الصحية على مدى 12 يوما مفاهيم ومعارف نظرية وتطبيقية وعملية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل وتحسين نظام المتابعة والمعلومات الصحية. وفي حفل تدشين الدورة أشاد وكيل حضرموت المساعد عبد الهادي التميمي بالجهود التي يبذلها مكتب وزارة الصحة في جانب التدريب والتأهيل للكادر الصحي، موضحا بأن هذه الدورات تكتسب أهمية من خلال جملة المعلومات والمفاهيم العلمية. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت ووكيل الوادي والصحراء يبحثان استعدادات سيئون لاستقبال أسرى الحرب. محافظ حضرموت يناقش احتياجات القطاع الصحي ويكرم الأطباء الأجانب العاملين في المنشآت الصحية بعموم مديريات المحافظة. محافظ حضرموت يطلع على منحة البنك الدولي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مدينة المكلا بقيمة 25 مليون دولار. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.